القدس، أنا القدس، أنا ميلاد عيسى ومسر محمد، وأقسم له هادت الأرض لن أتهوى، لن أتهوى. أنا القدس، أنا القدس، أنا ميلاد عيسى ومسر محمد، وأقسم له هادت الأرض لن أتهوى. أنشدينا ومن عجزنا أنقذينا، يا قدسنا أنشدينا ومن عجزنا أنقذينا. أنا القدس، من عمق جرح أغني لكي يعلم الإنس والجن أني أنا القدس، من عمق جرح أغني لكي يعلم الإنس الفرح القادمة. أعيدي بحق الإله، أعيدي نداك على سمع كل الوجود. لما وعيت على الدنيا وكل اشي حوالي غريب، اخوتي انسحبوا على الجيش وعلى الحرب غصب عنهم، ماتوا واندفنوا مش معروف وين، ابوي مات وانا بالحرب بعيد عنه، ولادي كبروا وانا بالسجن، الناس بضيعوا منا واحد ورا التاني، اليوم بيمر بيقولوا لنا اليوم اللي بعده أمر منه. الدنيا مش غريبة، الدنيا ظالمة يما. أحمد ربك يا ابني، حالنا أحسن بكتير من حال غيرنا، لازم نحط ملح على الجرح ونسكت. نحط ملح على الجرح بس ما نسكت يما. أنا إذا عملت اللي براسي بخاف عليكم. مش معنى أنك ما تسكت تروح حالك، هذا اللي مربطني ومخليني عاجز. في اشياء كتيرة كان لازم اعملها بعد ما رجعت، بس كل ما اطلعت بعيونك وعيون حياة والولاد احسب الف حساب، الاقي حالي ضايع مش قادر ارسي على بر. دارك اهلك وناسك هم برك يا ابني. يما أبوي لو كان محلي كان إيش بيعمل؟ يا أبناء القدس الحبيبة التي احتضن ترابها الطهور
جسد المجاهد والمناضل الكبير موسى كاظم الحسيني. يا أبناء كل فلسطين، سأقرأ عليكم الآن قصيدة كتبها شاعرنا المهجري المبدع إيليا أبو ماضي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتقاله إلى رحمة الله ورضوانه. يتألف عنوان القصيدة من كلمة واحدة: مجاهد. قالوا قضى موسى، فقلت قد انطوى علم وأغمد صارم بتار. جزعت لمصرعه البلاد كأنما قد غاب عنها جحفل جرار. شر من الخصم اللدود على الفتى الصاحب المتذبذب الخوار. وحذار أشراك السياسة، إنها بنت أبوها الزئبق الفرار. فيها من الرقطاء ناقع سمها، ولها نيوب الذئب والأظفار. الكذب والتمويه خير صفاتها، وشعارها ألا يدوم شعار. لا تطلبن من السياسة رحمة، هي حيث طل دم وحل دمار. يا قومنا، إن العدو ببابكم، بئس المغير على البلاد الجار. لا ترقدوا عنه فليس براقد، أفتهجعون وقد طمى الطيار. سيروا على آثار موسى واعملوا إن شئتم ألا تضيع ديار. زوروا ثراه واستمدوا قوة منه، فكم أحيا الهوى التذكار. قد قامت إدارة الميناء بإعادة الكمية التي كانت قد وضعت في المخازن تمهيداً لتسليمها لأهود كاتان، وأجرت عملية تفتيش تبين بعدها أن 359 كيساً من أصل 537 تحتوي أسلحة وزخيرة. وقد قدر عدد الأكياس التي وصلت ميناء يافا قبل هذه الحادثة وبحجة احتوائها على الأسمنت ب1666 كيساً، أي أن كمية هائلة من الأسلحة لليهود دخلت إلى البلاد سراً دون أن يدري بها أحد. اجتماعنا اليوم أيها الأخوة هو لتوحيد صفوفنا في مواجهة الأخطار التي تحيق بنا، وهي أخطار نتفق جميعاً على أنها لا تهدد فئة بعينها أو حزباً بعينه، بل تهدد الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. أما وأن الخطر واحد، فكذلك يجب أن يكون صوتنا واحداً أمام المندوب البريطاني. وأقترح هنا أن نركز على المطالب التالية: سحب الأسلحة من المستعمرات اليهودية، ومواصلة التحقيق للقبض على المهربين وشركائهم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع إدخال السلاح في المستقبل، بالإضافة إلى إنشاء حاميات عربية لحراسة السواحل. إحنا تقدمنا بهاي المطالب للمندوب السامي شفهياً، فطلب توصله بشكل مكتوب. عشان هيك بتمنى من كل واحد منكم يناقش هالموضوع مع حزبه، وبنرجع بنلتقي عشان نصيغ مع بعض الكتاب الرسمي. لازم تكون كلمتنا واحدة وما نختلف قدام الإنجليز. They quarreled with each other and now they are asking us to allow them to organize a strike on the 26th of this month. We can accept this request in order to take the focus of the dilemma of smuggling weapons to the Jews. I will not agree to the strike. Shall I give them your response? Why should we be in a hurry? Let them wait. Hello.
ماتت. إذا تحركت بموتك مين أنت؟ عربي ولا يهودي؟ ما بدك تحكي؟ أنا بعرفك. إلينا يهودي. خليكم تستنوا كتير وبالأخير ما هيوافق. الإضراب لازم يصير، وافق واكهب أو رفض. واكهب هذا حي من تحت التبن، بيدعي إنه بيساعد الفلاحين، وفي الوقت ذاته في الثلاث سنين الماضية دخل فلسطين 135 ألف يهودي بحجة إن هتلر بيضطهدهم، وإن الحكومة البريطانية حكومة الانتداب اضطرت تديهم وثائق. أنا براهن إنهم هيكتروا ويكتروا ويكتروا، وما في سلاح إلا يجيبوا معهم. اسمع، قول الجماعة عندك ما إلنا إلا نقف وقفة رجل واحد. مع السلامة. صباح بك. أنا رايح. يشهد علي ربي انك بمكانة والدي. سامحني، مشاين علي يسيبك لحظة واحدة، بس انا مخنوق. شغلة الورقة هاي مش لي. حاسس بيك، كنت بعرف هيجي يوم وبدك تمشي، مشان هيك مش هضغط عليك. بوعدك ارجع. ما توعدني، اوعد اهلك. وين بدك تروح؟ لسه مش عارف. لا تبعد كتير، خليك قريب. بوعدك اطمن عليك بالتليفون. استنى شوي. بتحتاجه أكتر مني. في غيره اطمن. الأمان برب العالمين. دير بالك على حالك. عبد الله. في سؤال كنت بدي أسألك إياه من زمان. لو ما كنت متزوج كنت تزوجتني؟ مش هقولني بصراحة، مش حازح. ما كنت تركتك لحظة واحدة. مسدس ليحميني، انت بتعطيني مصحف ليحميني. الايمان بيحميك والقوه بتحميك.
عشان خاطري. تعالي حياة، بدي أحكي معك. لا تروح، اللي عندنا بكفينا. حياة، حياة بصرش يكون عندنا اللي يكفينا، لازم يكون عندنا اللي إلنا، اللي هو إلنا، اللي هو حقنا. وإنت هلا رايح ترجع لنا حقنا؟ حياة، أنا رايح أرجع حقي، حقي بالطريقة الوحيدة اللي بيفهموها اليهود والإنجليز. ولادك كبروا وإنت بعيد عنهم. سألتش على ابنك اللي معرفش من انت لما رجعت؟ سألتش على امك؟ ما سألتش علي انا؟ حياة، حياة، انا طالع عشانكم. اذا ما طلعتش اليوم انا وغيري ما رح تقدروا تعيشوا بهالبلد بكره. وين رايح؟ رايح على حيفا. كنت ناوي تروح بدون ما تودعنا، مش هيك بينطوي القميص؟ وإنك أمي مش رح أقدر أودعها. قولي لها أي شيء، قولي لها مصلح بيك بعته بشغل على حيفا على يافا، تصرفي. حياة، الدار، أرجوكي ساعديني، ساعديني أكمل طريقي اللي ربنا كتب لنا إياه بأحسن حال. قومي معي يا بنتي نحط عشاء للأولاد، النيم هون بكير. أمي بكرة الصبح منلاقي حل لهالمي اللي بتنقط بالسقف ومصلح الشبابيك ومنساوي الحمام عشان المي السخنة. عنا شغل كتير بس مش متذكرة، صايرة بنسى يا حياة، بنسى كل إشي. ولا يهمك يا خالتي، أنا معاكي بذكرك. ما قالش إمتى بيرجع، بس يخلص شغله. يخلص شغله، يا ريت ودعني قبل ما يروح عشان أدعي له ربنا يحميه ويرجع بالسلام. دعي له يا خالتي، ادعي له بكل الأحوال. الله يحميه.
حالك يا رقية؟ الحمد لله. وين محمد أخوك؟ جو جنب قبر أبوي. كان رايح يحوش فواكه. طخوا عليه 2 يهود 15 رصاصة. ليش 15 رصاصة؟ مش البني آدم بيموت من رصاصة واحدة؟ الأمر إلك يا رقية. الله يرحمهم كلهم. تعيش. وين رايح جاهد هالمرة؟ مين قال لك إنه طالع عجاهد؟ تمرقش لعندي غير يا بتكون طالع على الجهاد أو راجع من الجهاد. طالع على حيفا. وبايش بدك تحارب؟ بسنانك؟ في معي مسدس. آه يعني زي اللي طالع يحارب بسنانه. هناك جنب قبر أخوي في قبر مفتوح في بارودة. فوت خدها. بدك مني شيء قبل ما اروح؟ توكل على الله. اشوف وشك على خير. رقية بلاش تفاولي على حالك وتحفري قبر عشان تخبي فيه سلاح. القبر اللي جوا مش إلي. القبور اللي جوا هم قبور حبايبي. سماحة مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني أدامه الله. الأمور أصبحت لا تطاق، واليهود يتكاثرون ويتسلحون، وقد أصبح الجهاد فرضا وإعلانه فرضا، وأنا سأقوم بإعلان الجهاد. أتمنى عليك كرئيس للمجلس الإسلامي الأعلى وحسب إمكانياتك وميزانية الأوقاف أن تمدنا بثمن الأسلحة. بتوصل تحياتي للشيخ القسام وبتقول له هاد اللي رب العالمين قدرنا عليه بالوقت الحاضر، وإن شاء الله عن قريب بقدر أبعت له كل اللي بيلزمه.
الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. أيها الناس، لقد علمتكم أمور دينكم فأصبحتم بها عالمين، وعلمتكم أمور وطنكم فحق عليكم الجهاد. ألا إني قد بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إلى الجهاد، إلى الجهاد أيها المسلمون، إلى الجهاد أيها المسلمون. إيش هدول؟ أمانة إلك. الحمد لله إحنا مش محتاجين إشي. بعدين مرتك حامل، رح يلزمك فلوس. هدول مش مني، من مصباح بيك، والحقيقة هو كان رايد يجي بنفسه. كتر خيرك وخير مصباح بيك، يا ريت ترجعهم أو تعطيهم للمحتاجين. حياة، أنا كنت بقول ليش ما تحكي مع أمي تجي تقعدوا عنا في دارنا. ولما عبد الله يرجع ما يلاقيناش؟ بلنا مشغول عليكم، هيك منطمن أكتر. انسي الموضوع يا عليا، لا أنا موافقة ولا أمك بتوافق. شوف إبراهيم، أبتغير رأيك؟ إعلان الجهاد كان بيتحمل لأجله لحتى نكون جاهزين أكتر من هيك. شوف وشك بخير إن شاء الله. مع السلامة. بأمان الله. ميسرة. خدوني معاكم يا شيخي، ببوس إيدك تاخدوني معاكم، والله أنا على الموت معاك يا شيخي. وقف، فهم علي، فهم علي يا أبو منصور. نحن رايحين مشان ننشر الدعوة للجهاد، واللي رايحين معنا كلهم لا تضيع يلي بيعرف الطرقات منيح. طيب وشاكر يا شيخي؟ شاكر ابن المنطقة وبيعرف الطرق منيح وبيجنبنا دوريات الإنجليز. خلاص بوعدك، بس ارجع من جنين بشوفك. هذا وعد منك يا شيخي؟ وعد. بأمان الله يا شيخي. شو بدي خلك؟ خليك على اتصال مع أبو إبراهيم. حاضر يا شيخ. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا شباب، يلا يلا. إن شاء الله ألف مبروك يا عبد القادر أفندي. الله يبارك بعمرك يا يوسف، وبال ما نفرح فيك. العروس من دار مين؟ قربتنا من دار الحسيني. احكي لي يا أستاذ روحي، إيش عامل هاليومين؟ مرات بكون زهقان بروح المكتب بس على الفاضي، ما حداش بوكل المحامي يا عم. طيب إيش رأيك أحكي مع الشيخ سليمان التاجي؟ تشتغل معاه بجريدة الجامعة الإسلامية. شو لأنه الشيخ سليمان أعمى بدك تمنع بعض؟ مش هيك القصد، بس يعني الجريدة خطها الوطني كويس، أنا اشتغلت معهم فترة، بتقدر تقول إنه في مونة. يا سيدي إذا الشيخ سليمان ما عنده مانع بالعكس، أنا بشرفني. يا أستاذ روحي أنت إنسان مثقف وصاحب تجربة وعي سياسي، المرحلة الجاية محتاجة لناس مثلك. لا لا لا، المرحلة الجاية محتاجة لشباب زيك أنت ويوسف. ظاهر إنه يوسف مش معانا. إيش مالك يا يوسف؟ ما فيش إشي. تافيفي، بعرفك من صوتك. يا جماعة الوقت بيمر علينا بسرعة. إيش قصدك؟ أنا فاهم قصدك. طيب فهموني. دار سيرين الحل الوحيد أن نخلص عليهم. الإنجليز بيتهمونا فوراً. أنا مستعد أنسجن ومستعد يعدموني بس الدار ترجع. أنت مجنون؟ مجنون؟ بتفكر أنا وسيرين بنخليك تضحي بحياتك مشان دار؟
هي مش مجرد دار يا أستاذ روحي. بعرف هذا الكلام وبعرف أبعاد الموضوع ودفعت ثمنه يا يوسف. ولأنك دفعت الثمن غالي أنا خايف عليه يضيع. ما راح يضيع وانت راح ترجع. كيف؟ قولي كيف. ما عرفش كيف يا يوسف بس راح ترجع. اهدوا يا جماعة اهدوا. أنا موافق مع كلام الأستاذ روحي، خلونا نفكر بحل تاني غير المحاكم أو اللجوء للقوة. الوضع واضح، ما فيش حل تاني. لا فيه، وبيبين مع الأيام الجاي. حقوقنا مش راح نفرط فيها، المهم ننتبه ونفكر مظبوط ونتصرف بدون أي أخطاء. من اليوم ورايح الخطأ مرفوض وتمنه غالي كتير. أستاذ روحي أنا بعتذر منك، فعلت ما كانش قصدك. أنا لا تعتذر، أنت ما غلط. طيب في شغلة أنا عملته لازم أقول لك. ابعد عن طريقي. ابعدي أنت عن داري. ابعدي إيدك الوسخة عني بقول لك. يبقى قولي لزلمتك إذا بيقرب على الدار رح برميكي أنت والأعمى تبعك في جهنم. إنه زلمة لا تستعبطي، الزلمة اللي بيضلوا رايح جاي لعندك تهجم علي وعلى أخوي وضرب نار على أمي الميتة، هذا حسابه بعدين. هذا والآخر مرة بحذرك. يبقى بوعدك الشاب هذا وغيره المرة الجاي ناره مش رح تخيب. بوعدك كمان إنه داري رح تضلها لعنة عليكم ولقمة بزوركم مش رح تتهنوا فيها بيوم، ورح يصير فيكم مثل أمك. وطلعت منها ميتة، فهمتي؟ سيرين عرفت؟ ما قلت لهاش. كان لازم تحكي لي من الأول. ما كنتش رح توافق. كنت ضيعت حالك. كان لازم أعمل إشي. عرفوك؟ يمكن عشان هيك أنا مش لازم أجي عندكو ليمر شوية وقت. لا مش هاي القضية، المهم تدير بالك على حالك. اسمح لي أمشي. خليك قاعد هلا بتيجي سيرين وبتحكي لها كل اشي. مش رح اقدر اطلع فيها. ليش؟ حاسس حالي عاجز مش قادر اعمل اشي. يوسف هاي سيرين، احكي لها انك رحت على الدار. فش داعي، عرفت كل شيء. ليش جبتنا لهون يا مولانا؟ كان في طريق اكثر على الجنين. ليش انا؟ تعرف السهل؟ سهل عين جالوت. وبتعرف شو صار بعين جالوت؟ هل تعرف؟ هون يا جماعة صارت أهم معركة بين الظاهر بيبارس قائد المسلمين وبين كاتبغا أهم قائد عسكري عند هولاكو، وفيها انتصروا المسلمين انتصار كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا نعلن قيام ثورتنا من هذا المكان التاريخي. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! ها، إيش أخبار الحزب العربي؟ تمام يا مولانا. بسمع من الأستاذ جمال الحسيني إنك بتعمل شغل ممتاز في الحزب. الحمد لله. بدي أسألك، بظل أوضاع البلد أنت وين بتشوف حالك؟ إيش قصدك يا عمي؟ يعني عبد القادر موسى كاظم الحسيني بيشوف حاله قاعد ورا مكتبه كسكرتير للحزب العربي الفلسطيني، ولا بيشوف حاله بموقع أهم وبيخدم قضيتنا أكثر ولو إنه في خطر أكبر؟ قصدك الجهاد المسلح؟ بالضبط، التنظيمات اليهودية المسلحة كل ما لها بتزيد وبتعلن عن حالها، حتى الإنجليز ما عادوش ينكروا وجودها. وإحنا يا عبد القادر
لازم يكون عندنا تنظيم مسلح. ايش تؤمر؟ انا جاهز. بدي تشوف الشباب الوطنيين اللي ممكن تعتمد عليهم وتجندهم بتنظيم يكون قادر على خوض الجهاد المقدس المقبلين عليه. الجهاد المقدس؟ انا عارف انك لسه عريس جديد، وعارف كمان التزاماتك الحزبية. اذا هالإشي ما بيناسبك تقدر تعثر. هذا الإشي اللي بيناسبني يا عمي. بارك الله فيك يا ابني، بارك الله فيك. شوف الإجراءات اللي لازم تعملها وأنا جاهز لأي مساعدة. تؤمر يا مولانا. الله يوفقك يا ابني، الله يوفقك. شوف ايه يا حسن؟ شفته عم بيمشي تحت حوالين المغارة. ابن عرب انا؟ ابن عرب. تعرف منو انا؟ جاوب على السؤال. انت الشيخ عز الدين قسام، البوليس والجيش الانجليزي قالبين الدنيا عليك. خليه يمشي يا حسن. بس يا شيخ اذا تركناه بيرجع وبيخبر عنا. حسن خليه يمشي. يا مولانا اذا تركناه بيرجع وبيخبر عنا. لك يا ابني يا حبيبي، بين ما يوصل لعندهم نكون نحن مشينا. لوين بدنا نمشي يا شيخ؟ احنا بدنا نلاقي للشيخ فرحان السعدي. هلق ابقى فينا شاكر. شيخ اذا غربنا صوب هتلال وين المصير؟ اول اشي بتجيك بيت قاد، وبعدها فيش اشي توصل لجنين. حلو، اسمع خلينا نغرب صوب هتلال، ولما نوصل لجنين ربك بيفرجها. Sure, the man is Alcázar. Of course, sir. Absolutely. Did he tell anybody about it? No. Perfect. Make sure to tell him not to tell anybody about it. We cannot release the news that Sheikh Alcázar has been found. Now, let everyone know that there's a gang of thieves, how do you say, Ashkia, in the surroundings of Jenin, threatening the peace with their weapons. That will ensure the cooperation of the Arab peasants. When we arrest him, I'm gonna shave his beard with my own hands. Hey,
والله وكيلكم ما معي ولا بارة. صلى على النبي يا أخي، احنا مش مسلحين. الله يخليكم تركوني، خليني أروح، عندي مرأة وعيال. انت شو ما تشتغل؟ أنا ناطور على البساتين. لا حول ولا قوة إلا بالله. تيسر يا ابني تيسر. الله يديمك الله يديمك يا مولانا. كل ما نمسك حدا بتقول له يتيسر. يا حسن يا حبيبي، وهذا ابن عرب مثلنا مثله، معركتنا مو معه. الله وأنت